تحت انتظار مجلس اداره النادي الاهلي للاسف محمود الخطيب زياره تاريخيه وزي ما حضراتكم شايفين الكابتن محمود الخطيب لمقر النادي الزمالك بعد غياب دام 19 سنه يعني والناس بتهتف كده وتفاعل الزمالك بعد وصول محمود الخطيب داخل مقر النادي الزمالك شايفينه امام حضراتكم في الصوره مش هينفع كده يا جماعه يعني زي ما حضراتكم شايفين الكابتن محمود الخطيب بيمر امامكم كابتن محمود محمود كابتن محمود كابتن محمود بيبو 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 في حدث تاريخي جدا 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 وصل رئيس النادي الاهلي الى نادي الزمالك ب 100 عقبه وبعد سنوات طويله 15 سنه على وصول يعني بعد اخر زياره لمجلس اداره النادي الاهلي يعني زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا وصول الكابتن ارجع 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 ارجع